السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الإمبراطورية الكوكيز الكبرى. في هذا الفيديو أريكم كيفية تشغيل سيلفر ليت على لينكس وتشغيل البين سبورت وإضافة الكوكيز. أولا نذهب إلى هذا الموقع makeuseof.com ونذهب إلى installation getting people it is spread. أولا نقوم ب terminal، نضغط على الترمينال، بعد ذلك نقوم بنسخ سيدو كومب كي. ندخل الباسورد، اوكي انتر. بعد ذلك نقوم بإضافة هذا الكود الآخر، انتر. بعد ذلك نضغط، بعد انتهاء من التحليل نضغط على Y. سأقوم بتوقيف التسجيل لربح بعض الوقت، اوكي. بعد ذلك نقوم ب تفعيل السيرفر ليت. بعد الانتهاء من تحميل تثبيت نقوم ب enable command not found. فيما أحاول أريكم مشكلة حدثت لي عندما وضعت هذا الكود، لم يقل بالتثبيت. اولا فقمت بوضع الكود على مرحلتين، مرحلة اولى قمت ببعض اضافة المفتاح، بعد اضافة المفتاح سيدو ات او ريبوزيتوري قمت بعمل سيدو ابتجيت ابديت. بعد ذلك قمت ايضا بصفة منفصلة سيدو ابتجيت انستال بيبل ملتي. ممكن يطلع خطأ فتصححون بهذا الأمر، سيدو أبت لا ليس إنستال. نضع شرطة، بعد ذلك نضع F و إسباس شرطة ونضع F إنستال لتصحيح الخطأ. بعد تشغيل هذه العملية سنرجع إلى تحميل بعض اللوازم للاشتغال. سنضغط على Y، بعد الضغط على Y سيقوم بتحميل بعض ريبوزيتوري لتشغيل الملف. سأضع بوز بعد انتهاء من التثبيت، سأرجع إن شاء الله. الآن مرحلة التثبيت، سأقوم بعملية بوز بعد انتهاء من التحميل. سنقوم بتشغيل هذا الكود سيدو بيبلايت بريجان انابل سيرفرلايت. الآن نضغط اوكي. تاب ابري اوكي. Do you accept the license term? Tab yes. أضغط على بوز. الحمد لله العملية انتهت، لكنها كانت طويلة بعض الشيء. أظن لا أعرف لماذا، ولكن ليست نفس الطريقة التي قمت بها في الكمبيوتر الآخر. المهم آخر كوماند تضغط. أوكي. Y. Prision Sonnet is now enabled. الآن نقوم بتشغيل بين سبورت. لايف.
بعد إعادة تشغيل الفايرفوكس سيقوم بعمل كرينجينج واين بريفكس. ننتظر بعد انتهاء. سأقوم بعملية بوز بعد ذلك أرجع. أقوم الآن بتحميل داونلود واين سيرفرلايت سيمبل واين. أقوم بالبوز بعد الانتظار. قمت بتشغيل فايرفوكس. سيرفرلايت ثبتت على فايرفوكس. الآن يمكن أن أذهب إلى القناة. الحمد لله القناة تشتغل. سأقوم بإضافة كوكيز. نذهب إلى Inspect Element Console. بعد ذلك نقوم بإضافة كوكيز. Enter. ونقوم بإعادة التحميل. الحمد لله دخلنا الكوكيز. نذهب إلى Live ونحاول تشغيل البيان سبورت. أضغط على القناة الثانية. كما تلاحظون القناة ستشتغل إن شاء الله. كما تشاهدون اوبونتو 14.04 التاس. نقوم الحمد لله اشتغلت القناة. يجب فقط الصبر، ضغط عدة مرات على القنوات، وبعد ذلك الذهاب إلى ماي أكاونت وحذف الحواسيب المتصلة، وبعد ذلك الضغط مرة أخرى على القنوات. المهم فقط نصبر بعض الشيء. الصبر مفتاح الفرج. هذه القناة الثانية تعمل. القناة واحد. شكرا لإصغائكم للشرح، وإلى اللقاء في شرح قادم. إلى اللقاء معكم عبد الودود والشيخ.